مرحبا يا جارتنا، كيف صحتك؟ أنا منيحة، أنت كيفك؟ جارتنا أنا حزين، حزين كتير، أنا حامل جبل من الأحزان بقلبي. بس ماني شايفة شي على كتافك يا جاري. يا جارتنا أحزاني منا ظاهرة، بس أنا حزين كتير لدرجة أني ممكن نط بشي نهر وروح فيها. لكان روح نط بالنهر وموت وريحنا من هالقصة. أنت بتضل تقول أنك رح تنط بس ولا مرة رحت وعملتها، روح نط. جارتنا شو في داعي لهيدا الحكي هلأ؟ لا عادي، أنا عم أقول الحقيقة. شو هاد؟ أنت دائماً بتجي لعندي وبتشكيلي وبتبكيلي، عم واجه هالمشكلة وهديك المشكلة كمان. أنيتا قالت لي هيك وزعجتني وقلت لها هيك، وهي آخر شي طالعتني من البيت. رح سمم حالي ورح نط بالنهر، رح علق حالي بسلاك الكهرباء، رح نط قدام سيارة مسرعة، خلص رح ساوي هيك وأخلص. إيه أنا مليت من كتر ما سمعت هذا الحكي. جارتنا انت بدك ياني اني ايه هذا اللي بدي اياه، بدي اياك تتعلق بسلاك الكهرباء او تنط بالنهر وتريحني من نقك بقى. انا لو كنت مكانك كنت عملت هيك على السريع. انت عم بتقولي هيك لانه ما عندك احزان مثلي انا. ايه انت الوحيد اللي عنده احزان بكل هالحياة يا جاري، صح؟ انت شايف انه ما عندي احزان نهائيا؟ انت ما عندك فكرة عن الاحزان اللي عم اتعامل معها حاليا. وقولي لي شو الاحزان اللي عندك انت؟ لا انسى، ما بدي اقول لك عن احزاني ولا احكي بالموضوع، وانت صار لازم تتعامل مع احزانك وتلاقي لحل وما توجع لي راسي. كل يوم بيجيني يشكيلي ويبكيلي. بترجعكم يا شباب. أنا عندي عائلة وعندي أطفال صغار كتير. وأنت كمان لساتك طفل يا سخيف. عن جد عم تحكي؟ ما فكرت قبل ما تتدين مصاري من راكا وما ترجعون؟ خلاص أنا أكيد رح أسدد كل ديوني، ما رح أهرب أبدا، ما رح أهرب يا شباب. تعرف الناس بيعرفوا أنه راكا مجرم خطير ومع هيك بيتدينوا منه مصاري. الناس اللي مثل راكا بيستغلوا هدول الأشخاص الضعيفين لأنه راكا ما عنده أي أخلاق نهائيا. شو عم يصير أستاذ؟ أنت عن مين عم تحكي بالضبط؟ شوف بعينك، هاي رجال راكا، اطلع كيف عم يضربوا هذا الدكتور المسكين. يلا قول لشوف، إمتى رح تدفع ديونك لراكا؟ قول احكي. هدول الشباب عم يقللوا أدب معه يا شباب. أنت بعد ما شفت شي؟ هيدول رجال تبع راكا ببهدلوا الناس بعز النهار وبيعرضوهم حوالين السوق.